السلام عليكم my dear student open your pupils book page number 33 هذا الاكسرسايز هو listening exercise سماعي يعني انا مثلا مفروض اسمعك سي دي وانت توصل احنا ما بدنا نحله بدك تعرف انه هذا الاكسرسايز بده يسال عن مثلا حد رح يسال عبلة انت شو كنت تعمل امبارح الساعة ونختار واحدة من هذول الساعات أول شيء الساعة 3:45 كيف بدك تحكي 3:45 اتفقنا إنها بتكون 22:03 صح؟ رح أكتب لك إياها 22:03 وهون عندك 5:10 يعني 10 past 5 5:05:10 أوكي؟ طيب كيف احنا بدنا نسأل سؤال بخصوص عبلة انك شو كنت تعمل؟ رح يكون السؤال what were you لانه اليو بتاخد what were you doing استخدمنا اللي هي قاعدة ال present sorry ال past continuous tense استخدمناه لما بدنا نسأل What were you doing? عشان تبين الكتابة ما في كيف أعملها تبين أوكي مش مشكلة خليها هلا هون What were you doing at شوف هون بلشت أنا أحدد لك وقت زي ما حكيت لك مثلا سوري on Saturday خلينا نحكي في يوم السبت afternoon بعد الظهر noon at مثلا 22:03 تمام؟ بدي أسأل مثلا أنا عن عبلة بحكي عبلة هون في هذا السؤال شوف أنا شو عملت أول إشي what were you you بتاخد where what were you doing شو كنتي تعملي يوم السبت بعد الظهر الساعة 3 شوف قديش أنا حددت إشي بالماضي حددت لي وقت معين أنت شو كنت تعمل يوم السبت بعد الظهر الساعة 3:45 مدامني أنا حددت كنت قاعدة بستخدم تحديد لوقت في الماضي عن إشي أنت كنت بتعمله أنا بستخدم الباست كونتينيوس هلأ الطريقة كيف بتكون للجواب ماشي رح تحكي اليو بتصير اي في السؤال في الجواب صح؟ اي واز انا كنت مثلا ان هي كانت تشتري هذا الشوز البلو شوز يعني اللي هو الشوز الازرق رح تحكي هلا هي طبعا انت لازم تجاوب انه ات مثلا ات 22:03 رح تحكي وقت يعني اي واز ان ذا شوز شوب رح تحكي انا كنت ان ذا شوز شاب. أنا كنت في محل الأحذية شو بدها تحكي I was choosing a shoes صح؟ I was choosing a shoes صح؟ خلص هاي إحنا هون جاوبنا باستخدام الباست كونتينيوس تعرف انه باست كونتينيوس لاني انا حددت وقت في الماضي بتستخدم واز او وير هون يو استخدمنا معها وير وفي الجواب لما بتجاوب اليو بتصير اي في الاجابه يعني انا بتاخذ واز وكنت بعمل في اشي معين واز تشوزنج كنت بختار شوز هون مش لازم اشوز اي واز تشوزنج شوز اوكي بس هذا اللي بدي اياك تعرفه معلش ركز لي على الساعات يعني حكيت لكم الجزء اللي من هون في الساعة هذا باص ومن هون فيه ودائما بتحكي الدقائق بعدين بتحكي الساعة فهيك 10 دقايق 10 فبتحكي 10 past 5 لو كانوا تلت يعني هون يعني 20 دقيقة 20 past وبتحكي الساعة لحد الآن هذا المطلوب منك شوف اللي عندك هون بيس at the same page exercise 3 ask and answer
شوف عندك هون شو السؤال. What were you doing on Saturday afternoon at 2 o'clock؟ انت شو كنت بتعمل يوم السبت بعد الظهر الساعة كذا؟ مدام بالسؤال بالطريقة هاي هي كلها طريقة past continuous، هاي الجواب. I was watching a tennis match with my father. أنا كنت بحضر مباراة التنس مع والدي. أو ممكن تجاوب في واحدة من هذول اللي هون، رح تحكي مدامك انت بتحكي عن اشي في الماضي. I تاخد ال I تاخد was. I was for example helping my mother. اوكي هاي طريقة إجابة. طريقة إجابة مثلا هون I was writing an email. اوكي اي شيء هون بدي اياك تعرفه انه انا بستخدم طريقة الجواب باستخدام الباست كونتينيوس، اشي انا كنت بعمل فيه، اشي كنت بعمل فيه وفي عندي وقت محدد لإله. شوف كيف حددت الوقت. بس هاي هي المطلوب منك هون.